بطال فلوس ماكم تعرفوا احنا مبروك ساعه العوده ان شاء الله نتوما ان شاء الله نسمع زيدا احنا نغمه المول وقت هذا عندي يونتين ما حسيت في السوق الناس قلت سلفيده يرمش انا برك ان شاء الله خير احنا تحركنا حنا بعد علاش ما تحركتوش لا تحركنا مريت مصف لوفرتور نتاع ايام خلطاز السينما اي لا مريت الحركه نتاع الناس ماويه اللي عملتوه نتوما احنا راهو مش اول يعني مواجهة ما نحبش نقول صراع مع هذاك لا احنا هذا اللي عملتوه انتم عملناه احنا قبل برشا مرات يعني ما سيئ يعني ما وما نحبش الملف يتحرك التحرك تو عندنا الحق احنا طالبين خدمنا صافيو اموركم قلت حاجه احنا مش طالبين خدمنا احنا طالبين حقوقنا حقوقنا فوالا هذيك هي حقي لا اتراجع عنها دونك ما نحبش هذاك التعاطي تاع الزول برشا مع الموضوع ما نحبوش بصراحة يعني هذو صحفيين وتقنيين وإداريين فما حاجة أخرى لازم نسأل عليها هاي تبارك مرة اليوم يا حسين استحملك هاو العسولة بعث خيار عيشاله اللي قلت تجي اللي قلت تجي طول عليها اللي قلت تجيها والدولة جيتها في أحوالها حبها برشا ما عليها هي اللوحة الغالية لك أنا ما نعرفهاش حبيتها من لي بوبليكاسيون اللي تفهم فيهم انا ما نعرفهاش المراه عمري ما ريتها عمري ما قابلتها فما ناس كلاو عندها وفطروا عندها انا عمري ما قابلتها انت اولى بالزطيه والله صدقني حبيتها من لي بوبليكاسيون تاعك بون تو دخلنا مرحله ثانيه نتاع علاج علاج كيميائي جديد فوالا دونك شيميو جديده دونك احنا ثلاث جمعات ملي بديناها الى لو مورال هذا اللي نجم نقول يعني قويه بصراحه يعني انا اذا واقف تو مازلت هكا شدد روحي سي باسكو لي فورت يعني قد ما نحكي لكم قداش مستحمله قداش هي اللي تتقوى هي اللي تتوجع هي اللي لبره تمشي فيها هي اللي شعرها طاح هي اللي ضعفت هي اللي توفرها زريق وما انا في الاخر نتاثر وامي وكل شيء ما انا حد شيء في الحكايه ما هي الخويه نقول لك حاجه المراه اللي حاربت على صغارها الصغرى المراه اللي طلعت الجين هي لازمها تقعد ديما خويه لازمها المراه هذه تقعد ديما ويدفع على ساقيها من حق ما شاء الله عليها انا كنت ما نعرفهاش عرفتها من عندك انت من البوبليكاسيون تاعك حببتني فيها وقلت ما بنها المراه محليها ونتمنى نشوفها صدقني ربي عايش هيلو عايش مريومة وبدينا بالصحافة والكلمة الحرة وإحنا أصحاب حق كما قال زياد هاني في أول حلقة وسكرنا مع حسين وقضية نسمة إحنا أصحاب حق أصحاب كلمة ومنتمنى حتى قناة في تونس تسكر إن شاء الله ترجع زيتونة ترجع نسمة كما حنا بعض وتوضح أمورنا الناس الكل بالشفاء العاجل لصلوحة الغالية إن شاء الله يا حسين والأزمة هذه وراتنا أنه مش كما يقولوا ماناش اعداء في مجال الاعلام الصحفي بالعكس ولا مو ديما يتقال مو يفول دي فرصه خلينا نفركوها الرومي لا العباد ورات انه العباد تحب بعضها والعباد فرحت وانا فرحت برشا اللي حنا بعد رجعت وان شاء الله وان شاء الله زيتونه ترجع والكل بالعكس ورات الحكايه هذه نتنافسوا لكن نحبوا بعضنا سي تري امبورطون خاطر نعرف انه فما عباد في مجالنا تتنافس ويكرهوا بعضهم لا نحبوا التنافس مع انه نحافظوا على درجه من الاحترام والمحبه بيننا بعض احنا ماناش اعداء احنا اشقاء احنا زملاء مهنه اللي تفرج فينا اللي تفرج هاي سيابيلي اللي تعدى عليك انت تعدى علينا هاكا بيست اليوم سيابيلي انا بنزرطيه وخينا بنزرطيه هي عندها علاقه نقول علاقتها بنزرطيه عندها راجلها بنزرطيه راجلها بنزرطيه وتزغريتها وتزغريتها على بنزرطيه وصلنا نهايه حلقه اليوم عملت كملنا اليوم بالكلمه الحره نسكروا بالكلمه الحره ميرسي بوكو توت ليكيب تعبوا من تونس حمامات زولة كلينا يعني زو مفرنا قتلتني بالشر 6:30 ويك الكعبة حلوة اللي هنا من كرش الحلو ما عند عبد الستار عميمو سكر طلامية شكرا عادل بو ستة برشا 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 شكرا صالح اللمسي شكرا حمزة صالح حمزيوس صالح اللمسي لبس الفقمة اي ترى هو البوس عادي ستة اليوم هلولتي بوسة كبيرة انتم الناس الكل برشا حمزة حمزة كيف اكيد حمزيوس صباح الخير الناس